اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد أن خلقتنا ورزقتنا وأوجدتنا وأنعمت علينا ورزقتنا وسترتنا ومنحتنا ووفقتنا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أنت المحمود وأنت المشكور، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان من على العرش استوى، سبحان الذي فلق الحب والنوى. سبحان الله، سبحان الله، سبحان من عز فارتفع وعلى فامتنع. سبحان من أسمع، سبحان من تطلع، سبحان من طلع على الجبل فتقطع، سبحان من كلم موسى فأسمع. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه وآله وصحبه أجمعين، صلاة تفرج بها همنا وتصدر بها عيبنا. اللهم صل وسلم وبارك وزد على إمامنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. صل عليه يا ربي في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت. يا ربي تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. نستغفرك الليلة، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، صلنا إليك، أوصلنا إليك. خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بجوارحنا إليك. يا واصل المنقطعين صلنا إليك،
وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا 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 والحبيب المصطفى جارنا والحبيب المصطفى جارنا وشفيعنا ارزقنا صحبته في الجنان ارزقنا مرافقته في الجنان. اللهم تقبل صيامنا يا ربي تقبل صيامنا يا ربي تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا لديك من المقبولين. تقبل علينا ومنا رمضان يا رب رمضان تقبل منا صيام رمضان تقبله منا يا ربنا تقبله منا يا سيدنا تقبله منه ربنا. اللهم يا الله يا الله يا ذا الجلال والمنة اكشف الكرب والهم عنا يا ذا الجلال والمنة اكشف الكرب عنا اكشف الهم عنا اكشف الديون عنا اكشف الديون عنا اكشف المرض عنا اكشف الغم عنا اكشف يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا جواد يا كريم بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعل ليلتنا ليلة القدر اجعلها يا الله اجعلنا من أهلها ومن شرفها واجعلنا ممن غفرت له الذنوب سترت له العيوب. يا ستير يا ستير أسبل علينا سترك لا تنزع عنا سترك عافنا واعف عنا اغفر لنا وارحمنا اغفر يا غفار اغفر يا غفار ارحم يا رحمن. عبيدك ربنا نحن عبيدك ربنا بنو عبيدك ربنا نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وجلاء لهمومنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا. يا رب لا تدع لنا الليلة ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اعترفنا الليلة بذنوبنا
اعترفنا الليلة بذنوبنا، اعترفنا يا رب، قصرنا يا رب، والله قصرنا وعصيناك، لكن والله ليس استخفافا بحقك ولا استخفافا بنظرك ولا استخفافا بمعيتك، فاعترفنا الليلة بذنوبنا فاغفرها يا الله، سترتنا عند المعصية، لأنك حليم وجميل وكريم، سترتنا ولم تفضحنا بين خلقك، فأتمم علينا سترك، أتمم علينا سترك، وأدم علينا عفوك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّاً إلا فرّجته، ولا كرباً إلا نفّسته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مريضاً إلا شفيته، يا شافي الأمر اشفي الحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات، اشفي من حبسهم العذر، اشفي من هم في البيوت، اشفي من مناهم عذرا، اشفي من هم في المستشفيات، اشفي من طالت بهم الأمراض، اشفي من طال بهم الأمراض، يا الله يا شافي الأمراض، اشفي مرضى المسلمين، ولا تدع ميتا إلا رحمته، إلا رحمته، ارحمهم يا ربنا، محبوسون في قبورهم ليس لهم إلا أنت يا رحمن، عافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم، ونخص منهم آباءنا وأمهاتنا، اشتقنا لهم ربنا، اشتقنا لرؤية آبائنا وأمهاتنا، فاجمعنا بهم على حوض حبيبك، فاللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم لا تدع ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عقيما إلا رزقته، ارزق كل عقيم يا قدير، ارزق كل عقيم، وابطل سحر المسحورين يا رب، ابطل سحر المسحورين، ابطل سحر المسحورين، ابطل سحر المسحورين، يا كبير يا عظيم، عليك بالسحرة المجرمين،
عليك بهم ربنا، ولا تدع طالب علم إلا وفقته، وفق أولادنا يا ربي، وفق أولادنا يا ربي، قوي أولادنا يا ربي، وفق طلاب الثانوية، وفقهم يا رب البرية، قويهم شد من أزرهم، اللهم زلل لهم الصعاب، رحماك بهم وبآبائهم وأمهاتهم، لأنك أنت الله إلهنا وسيدنا ومولانا، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، ويا أملنا إذا انقطعت الأسباب، واقفون على بابك مؤمنون لعفوك، فعافنا واعف عنا، مؤمنون لعفوك، اللهم إننا ببابك واقفون، ولعفوك مؤمنون، ولجنتك راغبون، ومن عذابك خائفون، ومن عذابك خائفون، يا أكرم الأكرمين، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا الليلة، فاعف عنا بعفوك، فعافنا واعف عنا يا عفو عفوك، عفوك يا عفو عفوك، في الحياة عفوك، عند الموت عفوك، في القبر عفوك، يوم الوقوف عفوك، اللهم اختم لنا بخاتمة خير أجمعين، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، واختم لنا بلا إله إلا الله، وارحمنا إذا دخل ملك الموت، وارحمنا إذا ما غسلونا وكفنونا وعلى الأعناق حملونا وفي التراب وحدنا لا أنيس لنا ولا جليس ولا أخ شقيق ولا أب ولا أم ولا ابن، إذا في التراب وضعونا وأغلقوا علينا وتركونا، فمن لنا ساعتها إلا أنت يا الله يا رحيم يا جميل يا كريم، بلغنا ليلة القدر نسألك الليلة، نسألك الليلة، الليلة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، يا جليل لا تردنا الليل يا رب، يا رب يا رب، تركنا بيوتنا وأموالنا وعيالنا ووقفنا بين يديك، فافتح لنا من خزائن رحمتك، افتح لنا من رحمتك ومن عفوك، يا من شمل عفوه، يا من وسعت رحمته، نسألك الليلة يا رب العالمين
أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأزواجنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وزل الشرك والمشركين، زل الشرك والمشركين، زلهم ربنا. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وشعبها، جوها، بحرها، أرضها، سمائها، اجعل مصر في ضمانك وفي كمالك يا رب العالمين. اللهم يا مجري الساحة، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود، اهزمهم، اهزمهم، اهزمهم أقوي يا متين. عليك بالصهاينة المجرمين، عليك بهم يا رب، يا رب عليك بهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. أرنا فيهم جبروتك، أرنا فيهم يا جبار، جبار، أرنا فيهم جبروتك ربنا، أرنا في قتلة الأطفال، أرنا فيهم عواجب قدرتك، فإنك قوي متين. اللهم عز إخواننا في غزة، ثبتهم، قوهم، احفظهم. اللهم إنهم جوع والله فأطعمهم، أنت ربنا ربهم، أنت ربنا وربهم، ارزقهم، قوهم ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا يا رب العالمين. إلهنا نأمل الليلة أن تكون ليلة القدر يا رب، فلا تحرمنا شرفها يا ربي يا كريم يا ربي، لا تخرجنا إلا وقد قضيت حوائجنا يا رب، أنت أعلم بها يا رب، أنت أعلم، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وآله وصحبه أجمعين.